ويشوف الوقت الضايع وياخد منه. يعني ساعات زوجة وام موظفة. تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا إرساني، نظمت إبراشية السيدة العذراء بأمستردام هولندا مؤتمر للشباب والعائلات بعنوان دور المسيحي في الكنيسة والأسرة بحضور أتسابونا المحبوب القمص داود لمعي. إزاي أقرب من ربنا يسوع وأنا عندي فتور؟ الفتور معناها إيه؟ تخيلوا كوباية شاي سخنة، الصعايدة زينا يحبوا الشاي سخن، وبعدين سبتها نص ساعة، تيجي تشربها طعمها مش حلو، مش حلو؟ والفتور الحاجة الفاترة ممكن تقلي بالمعدة، عشان كده حتى لما المسيح قال لست باردا ولا حارا ولا كده. النهاردة كان مؤتمر التقى فيه أبونا داود لمعي مع شعبنا في إبرشية هولندا، كان مؤتمر شامل وكان مؤتمر متكامل، وكان فيه مزيد من الحضور من شعبنا القبطي من كافة أنحاء هولندا. وكان موضوع الكلام كان أبونا بيعطي موضوعات أساسية في الإيمان وفي العقيدة الأرثوذكسية، و أيضا كان بيشمل بعض التحديات اللي بتواجهها عائلتنا القبطية في مجتمع الغربة هنا في المهجر. بنواجه صعاب وتحديات كتيرة، زي موضوع الإلحاد، زي موضوع الإجهاض والشذوذ الجنسي، وبعض الحاجات الحديثة اللي لازم الكنيسة يبقى ليها موقف واضح منها، وقد إيه كان في تجاوب من الشعب في الأسئلة اللي قدمت لقدس أبونا، وكانت إجاباته حاضرة وقوية ومقنعة وشاملة، يعني مست جوانب الموضوعات كلها. ومثل هذه اللقاءات الحقيقة مهمة جدا، لأنها بتعمل انتعاشة في الإيمان وفي الحرارة الروحية وفي ثبات المؤمنين في العقيدة المسيحية. قد إيه استفدنا من هذه اللقاءات، وقد إيه بنتمنى من تكرارها، وإن شاء الله تبقى للبركة وقوة للخدمة في هذا المكان. شكرا جزيلا. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بشكر سيدنا نيافة الحبر الجليل الأنبا إرساني على دعوته لضعفي أن احنا نعمل مؤتمر في كاتدرائية العذراء بأمستردام، وكانت فرصة أشوف كنائس تانية كمان. حياة خدمة جميلة وشعب طيب، وكان التركيز على الأسرة وعلى التربية وعلاقتهم بالكنيسة، وإزاي نطلع ولادنا شبابنا وأطفالنا يعني قديسين وسط العالم الملخبط اللي حواليهم. كان في أسئلة كتير، وكان في مواضيع، وكان في مناقشات، وكان في قداسات. نشكر ربنا، هو شعب متجاوب وحلو، وكلهم حاسين بالمسؤولية تجاه ولادهم، وكلهم عاوزين ينوروا العالم زي ما المسيح قال. والحقيقة ربنا بعت ولاده في كل بلد عشان يملحوا الأرض، فالمسؤولية فعلا كبيرة. وكل ما كان البيت المسيحي قوي ومتماسك ومليان روحانية، كل ما في بيوت كتيرة قوي تعادت وتأثرت. الكنيسة القبطية في أوروبا عموما لها دور كبير في إعادة المسيحية الأولى إلى أوروبا. أوروبا اتسرقت من المسيح أغلبها، والأمل في كنيستنا أنها ترجع تاني الروحانية وفكر القداسة اللي قصد الإنجيل. ربنا يخلي لنا سيدنا والأباء، ويعيش سيدنا البابا، ويشجعنا على كل المؤتمرات. من كاتدرائية السيدة العذراء كان معكم نشوى نسيم سي تي في.